رفض واسع لقرار البنك المركزي التونسي. رفع البنك بشكل اعتبر مفاجئا نسبة الفائدة المديرية ب 100 نقطة لتصبح 7.75%، وهي الزيادة الخامسة من نوعها على مدى سنتين فقط. معارضو الإجراء اعتبروه كارثيا على القدرة الشرائية. هو هذا الإجراء برره يعني مجلس إدارة البنك المركزي بالضغط على التضخم باعتبار أن نسبة التضخم ارتفعت في تونس، لكن نحب نذكرهم اللي في السنوات الفارطة وقع اتخاذ هذا الإجراء ولكن التضخم لم يقع التحكم فيه، بل بالعكس. إذا كان المواطن التونسي اليوم حايل في أكله وفي علاج أولاده وفي النقل وفي مستقبل أولاده اللي ما واش يشوف فيه حتى أفق واضح، اليوم نزيدوا ثقلوا عليه بهذه الأشياء، الإجراءات هذه إجراءات أعتقد أنها إجرامية في حق الشعب التونسي. وإضافة إلى ضرورة إيقاف ارتفاع التضخم، أرجع محافظ البنك المركزي التونسي أمام البرلمان الأسباب أساساً إلى تفاقم العجز التجاري وميزان الدفوعات والانحدار المتواصل لقيمة الدينار. وقت اللي ثم تضخم كبير، طلب الاستهلاك باش يزيد، وطلب الاستهلاك هذا اليوم ولا إشكال كبير. علاش؟ على خاطر الطلب هذايا اليوم مش قاعدين ننجو فيه محلياً، راه قاعدين نجيبوا فيه من برا، وذاك علاش العجز الجاري ولا مخطر ياسر، على خاطر التوريد هذايا احنا كي نزيدوا في الاستهلاك ما يمشيش للاقتصاد نتاعنا، يمشي الاقتصاد اللي احنا اليوم نجيبوا فيه من برا. طالما الاسباب هي نفسها، طالما ننتظر ان تكون فما زيادات اخرى في نسبة الفائدة المديرية، الأسباب هي نفسها. معناه شنو؟ معناه هو اختلال الميزان التجاري للبلاد التونسية، وهذا راجع إلى ضعف الإنتاج مقارنة بالاستهلاك، راجع إلى ضعف التصدير مقارنة بالتوريد. خرجت تونس للتو من سلسلة إضرابات عامة عنوانها الرئيس تدهور القدرة الشرائية. رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال بأن حكومته تحترم قرار البنك المركزي المستقل منذ 2016، لكنه تعهد بالعمل على التقليل من تداعياته. الرفع من نسبة الفائدة المديرية شجرة تحجب غابة من المشاكل الاقتصادية، غير أنها حينما تمس من حياة الناس يكون الوقع على قدر الخطورة. فتح الفلاحي، قناة ميديان تيفي، تونس.